معجم الغيبة والظهور. الأنبياء لم ينسج بيد بشر أو على هذه الأرض، بل هو قميص من قمصان السماء نزل به جبرائيل ونجي بواسطته إبراهيم عليه السلام من حرق النمرود، فكانت عليه النار بردا وسلاما. فعن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: أتدري ما كان قميص يوسف عليه السلام؟ قال: قلت لا. قال: إن إبراهيم عليه السلام لما أوقدت له النار نزل إليه جبرائيل عليه السلام بالقميص وألبسه إياه، فلم يضره معه حر ولا برد. فلما حضرته الوفاة جعله في تميمة وعلقه على إسحاق عليه السلام، وعلقه إسحاق على يعقوب عليه السلام. فلما ولد يوسف عليه السلام علقه عليه، وكان في عضده حتى كان من أمره ما كان. قلت: جعلت فداك، فإلى من صار هذا القميص؟ قال: إلى أهله، وهو مع قائمنا إذا خرج. ثم قال عليه السلام: كل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى محمد صلى الله عليه وآله. فقد وصل هذا القميص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان معه في أحد يوم شجت رباعيته، وبه أثر دمه صلى الله عليه وآله. ثم أصبح عند فاطمة الزهراء عليها السلام، وكان بيدها في مسجد رسول الله حينما استخرج القوم أمير المؤمنين عليه السلام من منزله قهرا، فقالت: خلوا عن ابن عمي، فوالذي بعث محمدا بالحق، لئن لم تخلوا عنه لأنشرن شعري ولأضعن قميص رسول الله صلى الله عليه وآله على رأسي، ولأصرخن إلى الله تبارك وتعالى: فما ناقة صالح بأكرم على الله مني، ولا الفصيل بأكرم على الله من ولدي. قال سلمان رضي الله عنه: كنت قريبا منها، فرأيت والله أساس حيطان المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، تقلعت من أسفلها، حتى لو أراد رجل أن ينفذ من تحتها نفذ. فدنوت منها فقلت: يا سيدتي ومولاتي، إن الله تبارك وتعالى بعث أباك رحمة، فلا تكوني نقمة. فرجعت ورجعت الحيطان حتى سطعت الغبرة من أسفلها، فدخلت في خياشيمنا.
وكان هذا القميص لا يقع على سقيم ولا مبتلا إلا عوفي. ولذا أمر يوسف إخوته أن يلقوا القميص على وجه والده. قال تعالى حكاية عن لسان يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. كما أن له رائحة خاصة هي من روائح الجنة، فإذا نشر شمت رائحته من على بعد بعيد. فقد روي أنه لما أخرج نبي الله يوسف عليه السلام القميص من التميمة ودفعه للبشير، وفصلت قافلة إخوته عن عمران مصر وأبنيتها، وجد نبي الله يعقوب عليه السلام ريحه وهو بفلسطين، وهو قوله تعالى حكاية عنه: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ورد في روايات الغيبة والظهور أن الإمام القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر في مكة استخرج قميص يوسف عليه السلام من المواريث التي عنده، ثم نشره ولبسه، فهو القميص الذي يكون عليه عجل الله تعالى فرجه عندما يبايع بين الركن والمقام. فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة في مشارق الأرض ومغاربها إلا ويشم رائحته.